بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم في الدورة الشاملة في الآلات الكهربائية. يقدم لكم هذه الدورة معاذ أبو طعمة. طبعا يمكنك متابعة كل ما هو جديد أنا بنزله بخصوص اللي هو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو مقالات أو فيديوهات أو فيما يتعلق أيضا بدورتنا اللي هي دورة الآلات الكهربائية الشاملة على صفحة الأرب نيردز المرتبطة مباشرة بموقع إليتوريال أو عن طريق صفحتي على الفيسبوك والمتواجد رابطها أسفل الفيديو، واللي بتمنى من الجميع الآن أنه ينزل للفيديو لتحت وحط لايك على الصفحة بحيث أنه إحنا نتمكن من التواصل مع بعضنا البعض بشكل أكبر. بإمكانك تسأل شو ما بدك على الصفحة، ترسلنا ملاحظاتك على المادة المطروحة أو أي ملاحظة على أي شيء بيخطر في بالك أو حاب أنك أنت تستفسر عنه أو أي مساعدة في أي أمر بإمكاننا إحنا أنه نساعدك فيه. وإن شاء الله لن نبخل عليكم بأي مجهود ولا أي يعني معلومة، وإن شاء الله يعني سياسة الموقع يعني بتحتم أنه تكون المعلومة دقيقة بقدر المستطاع، واضحة بقدر المستطاع، وأيضا أنه نطرحها بأبسط طريقة ممكنة بحيث أنه يستفيد منها أكبر فئة من الأشخاص. طبعا هذه الدورة هي دورة طبعا متخصصة في موضوع الآلات الكهربائية، يعني راح نفهم بالتخصص عن هذه الآلات الكهربائية، وأيضا بأسلوب إن شاء الله راح يمكن أغلب الأشخاص اللي بيتابعوا هذه المحاضرات من فهم الآلات الكهربائية على اختلاف أنواعها. فزي ما حكيت بتمنى من الجميع أنه ينزل الآن وحط لايك للصفحة بحيث أنه نصير على تواصل مع بعض، وبتمنى دعائكم لإلنا وخلينا نتابع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم مرة أخرى في الدورة الشاملة في الآلات الكهربائية. إن شاء الله في هذه الجزئية بدنا نشوف إحنا كيف بإمكاننا نحصل على الدارة المكافئة للمحول. يعني الآن كثير إحنا بنلاحظ أنه بيجي مثلا الدكتور في المحاضرة بيرسم لك الدارة المكافئة اللي موجودة هون، تمام؟ وبيحكي لك انه هاي R1، هاي LL1، هاي R'2، هاي LL'2، هاي LM1، وهاي RM1، تمام. وبيحكي لك انه هنا في عندي V1 وهنا عندي انا V'2. الان القضية اللي احنا ان شاء الله بدنا نعالجها في الجزئية هاي أو في المحاضرة هاي، أنه إحنا منين حصلنا على الدارة المكافئة هاي، وعلى أي أساس إحنا حطينا مثلا ال L1 هون وال LM بهذا الشكل، وليش هون مثلا على أي أساس إحنا صارت عندنا عملية النسبة، تمام، وكيف إحنا ركبنا الدارة المكافئة بهذا الشكل يعني، تمام. فالآن في هاي المحاضرة وبجوز هي متقدمة شوي، يعني مش كمتقدمة كمستوى، بجوز وقتها يعني إجا بدري ولازم شرحنا أشياء قبلها، ولكن أنا فضلت أنه إحنا نحطها في هذا الموقع على أساس أنه إحنا نقدر يعني يصير عندنا خلفية كاملة عن موضوع الدارة المكافئة للترانسفورمر، على أساس إحنا لما ندخل نناقش الوضع للترانسفورمر في حالة عدم التحميل والدارة المكافئة له في حالة التحميل ونرسم له الفيزر دايجرام وكل هذه الأشياء نكون عندنا خلفية كاملة عن هذا الموضوع. خلينا نبلش مع بعضنا البعض ونشوف إحنا كيف توصلنا لهذه الدارة المكافئة. الآن إحنا بنعرف إنه المحول هو عبارة عن قلب مغناطيسي وموجود عليه اللي هو ملف السكندري وملف البرايمري ملفوفات. الآن احنا إذا قمنا بتغذية ملف البرايمري، هاي البرايمري كويل، تمام، بمصدر AC، طبعا حكينا احنا في الجزئيات السابقة او في المحاضرات السابقة انه احنا مش راح نقدر اصلا نولد قوة دافعة كهربائية الا اذا كان المصدر التيار متردد، يعني لازم يكون عندي انا تيار متردد، لانه التيار المتردد بده ينتج عنده فلكس متردد، فبذلك احنا بامكاننا كنا ننتج القوة الدافعة الكهربائية، تمام. وقمنا احنا بتحميل المحول بلود معين، يعني شبكنا عليه حمل معين.
الآن خلينا نركز مع بعضنا البعض ونشوف إيش اللي بده يصير عندي بالضبط. الآن سريان التيار، أول إشي التيار الـ I1 في الكويل الأول اللي هو الموجود عندي هنا راح يؤدي لي إلى سريان فلكس زي ما هو موجود عندي بهذا الشكل. يعني الآن راح يطلع عندي ماجنتايزنج فلكس ويمشي خلال القلب المغناطيسي. هذا الماجنتايزنج فلكس هو راح يكون مسؤول أنه يحث لي الدارة الأخرى، أو يعني اللي هي دارة السكندري، وشكل لي فيها قوة دافعة كهربائية على أساس أنه إحنا نقدر نحضر القدرة الكهربائية فيها ونستطيع أنه إحنا نغذي اللود. الآن وبنفس الوضع هناك مجال مغناطيسي اللي هو بسموه ليكج فلكس، تمام؟ هذا الليكج فلكس هذا لا يستفاد منه، هذا بيكون حوالين الملف ولكن في الفراغ او في الهواء اللي موجود حواليه، تمام؟ وهو فعلا لا يساهم لي في انتاج القوة الدافعة الكهربائية على ملف السكندري في المحول، تمام؟ فلذلك احنا سمينا هذا فاي ليكج، او خلينا نسميه فاي ال، تمام؟ وعندنا الفاي ماجنتايزنج اللي موجود عندي فوق واللي نتاجه اللي بده يمشي لي في الدارة الكهربائية او في القلب المغناطيسي. الان خلال هذه اللحظه، خلال ما انا استطعت اني اكمل الداره السكندري بلود، معناته اصبحت هي داره كهربائيه مغلقه. ايش يعني هذا؟ هذا بده يعني انه بده يسري فيها تيار كهربائي اللي هو I2، صح؟ طيب الاي 2 بده ينتج عنه فلكس معاكس، تمام، للفلكس الاول، يعني راح ينتج خلالها اللي هو فاي ماجنتايزنج 2، تمام، راح يكون معاكس لاتجاه الفيض الاول، وراح ينتج ايضا حواليها اللي هو فاي ليكج اللي هو فيض حوالين الملف احنا مش راح نستفيد منه، او مش راح يشكل لي، تمام، اللي هو تدفق او فيض مغناطيسي بده يمشي في داخل القلب المغناطيسي. فلذلك بكل بساطة الان احنا من يعني راح تشكل لنا هذه الاساس اللي احنا حكينا عنه، الركيزة اللي من خلالها احنا راح ننتقل او ننطلق في اشتقاق اللي هو الدارة المكافئة للمحول. الان لو جينا نحكي احنا انه الفلكس الاول الكلي شو يساوي؟ هو فعلا يساوي الفاي ماجنتايزنج الاول واحد زائد الفاي ليكج، تمام، واحد ناقص الفاي ماجنتايزنج اثنين، تمام. ها هي المحصلة اللي انا بستطيع اني اخذها من الكويل الاول كتدفق، لانه هو انتج لي فاي ماجنتايزنج واحد بده يمشي في داخل القلب المغناطيسي، وفاي ليكج راح يكون حوالين الكويل وما راح استفيد منه، وهذه الكمية الكلية المنتجة يعاكسها فاي ماجنتايزنج اثنين ناتج من الدارة الاخرى اللي هي دائرة السكندري. وبنفس الاسلوب فانه فاي اثنين، تمام، راح تساوي عندي اللي هي فاي ماجنتايزنج اثنين زائد فاي ليكج 2، تمام، ومنقوص منها او منقص منها اللي هو فاي ماجنتايزنج 1، تمام. فهذول هن المعادلتين الرئيسيات زي ما حكينا اللي احنا بدنا نحاول من خلالهم نجد الدارة المكافئة للمحول. الآن احنا اخذنا في الجزئيات السابقة في دورة الآلات الكهربائية الشاملة حكينا انه H في L اللي هو الماجنتيك فيلد انتنسيتي مضروبة في المين باث لينث اللي هو الطول المسار الذي سيسلكه الفيض المغناطيسي تساوي عدد اللفات مضروبة في مقدار التيار. وأخذنا أيضا حكينا أنه الماجنتيك فيلد انتنسيتي اللي هي H تساوي اللي هو الماجنتيك فيلد دينسيتي على ميو نوت مضروبة هون في L وتساوي N في I. طبعا هذا الكلام اللي أنا بحكيه اللي هو الماجنتيك فيلد دينسيتي والميو نوت والأشياء هاي كلها هاي إحنا تعرفنا عليها في الجزئيات السابقة في دورة الآلات الكهربائية الشاملة، فبإمكانك ترجع عليها واتابعها. وأيضا حكينا أنه الماجنتيك فيلد دينسيتي اللي هي البي هون اللي موجودة عندنا تساوي الفلكس مقسوم على المساحة، عفوا، مقسوم على المساحة، تمام، ميو نوت مضروب هون في ال ويساوي ان في اي. فبكل بساطة انا بعرف من هنا انه الفلكس يساوي ان في اي على ال مقسومة على اي مضروبة في الميو نوت، تمام، وهاي تساوي ان في اي على الريلكتنس اللي احنا حكينا عنها في المحاضرات السابقة. الان راح استخدم هاي العلاقة وأعوضها في المعادلات اللي موجودة عندي فوق، تمام. فمن هنا
في المعادلات هاي، تمام، راح انا اوصل بانه فاي 1 شو يساوي؟ راح يساوي لي اللي هو فاي ام، اللي هي راح تساوي لي ان للملف الاول، تمام، ان واحد مضروبة في التيار اي واحد، تمام، مقسومة على الار ماجنتايزنج. ليش الار ماجنتايزنج؟ لانه يا اخوان الاي هي الكروس سيكشنال للقلب المغناطيسي، والال هو طول المسار اللي راح يسلك الفيض المغناطيسي في داخل القلب المغناطيسي، فلذلك هاي القيمة ثابتة، تمام، والبيرمابيليتي لإله ايضا ثابته، فلذلك هاي هي الار ام اللي حكينا احنا في ايضا المحاضرات السابقه انها تكافئ المقاومه الماديه الموجوده في الدوائر الكهربائيه، زائد ان واحد في اي واحد على ار ليكج واحد ناقص اللي هو ان اثنين في اي اثنين على ار ماجنتايزنج. ليش ار ماجنتايزنج؟ لانه الفاي ام 2 يا اخوان اللي هون بدها تمر بنفس القلب المغناطيسي، فلذلك هاي القيمه الار ام هي ثابته، تمام. وعندنا ايضا فاي 2 بنفس الاسلوب راح تساوي لي ان 2 في اي 2، تمام، على ار ام مجموع لها اللي هو ان 2 في اي 2 على ار ال 2، تمام، وناقص منها ان 1 في اي 1 على ار ام، تمام. طيب الان انا توصلت لهذول المعادلتين اللي موجودات عندي. تكلمنا احنا في المحاضرات السابقه انه في اشي اسمه عندي اللينكيج فلكس، تمام، وحكينا انه اللينكج فلكس هذا يساوي عدد اللفات مضروب بالفيض، يعني الفيض الناتج عن عدد اللفات كلياتها. طيب انا عشان احصل على اللمدة هاي اللي موجودة هون من خلال المعادلات اللي فوق، فبدي اضرب المعادلة الاولى في ان واحد والمعادلة الثانية في ان اثنين، تمام. فمن خلال هذا المعادلة الاولى راح احصل على فاي واحد اللي هو يساوي ان واحد في فاي واحد، تمام، لاني انا هون ضربت اوكي، يعني هاي كلياتها مضروبه في هاي المعادله كلها، وتساوي ان واحد تربيع، تمام، لانه ان هون ان واحد في ان واحد مضروبه في مقدار التيار على ار ام، تمام، مجموع لها ايضا ان واحد تربيع في اي واحد على ار ال واحد منقوص منها ان واحد في ان اثنين في اي اثنين، تمام، على ار ام، هاي ناقص طبعا الإشارة اللي هون، تمام. وعندي أنا بقدر أحصل أيضا على لمدة 2 اللي هي بدها تساوي لي ان 2 في فاي 2، ان 2 في فاي 2، تمام، واللي تساوي لي أيضا اللي هو ان 2 تربيع مضروبة في اي 2 على ار ام، تمام، اللي هي زي ما حكينا احنا عنا الفاي 2 تساوي اللي هو ان 2، تمام، في فاي 2 لمدا 2 تساوي ان 2 في فاي 2، ويساوي ان 2 تربيع في اي 2 على ار ام، زائد اللي هو عندي هنا برجع بكمل. طبعا يعني يستحسن انه يكون جنبك ورقة وقلم لانه الموضوع طويل، ويعني بهذا البروسيجر راح نظلنا نشتق في المعادلات. في ان 2 تربيع، تمام، في اي 2 على ار ال 2 اللي موجوده عندنا هون، تمام، وناقص اللي هو ان 1 في ان 2 في اي 2 عفوا في اي 1 هون عندي على ار ام. طيب الان هذول المعادلتين بدنا ننقلهم على الصفحه الجديده اللي موجوده عندي هون، اساس انه احنا نقدر، يعني الان بده يكون عندي ان 1 في فاي 1، تمام، وتساوي ان 1 تربيع في اي 1 على ار ام، تمام، زي ما احنا شايفين عندي هون، زائد اللي هو ان 1
تربيع في اي 1 على ار ال 1 تمام ناقص ان 1 في ان 2 على اي 2 على ار ام تمام واللمدا 2 تساوي ان 2 في فاي 2 تمام وتساوي ان 2 تربيع في اي 2 على ار على ار ام بلس ان 2 تربيع في اي 2 على ار ال 2 ناقص ان 1 في ان 2 في اي 1 على ار ام. طيب الان في محاضرة من المحاضرات السابقة اشتقينا فيها احنا اللي هي قيمة المحاثة اللي هي قيمة ال تمام ل وكانت تساوي اللي هي ان تربيع على مقدار الريلكتنس تمام. هاي المحاضرة موجودة ضمن الدورة بترجع عليها وبتشوف كيف احنا اشتقيناها في هذيك المحاضرة. الان من خلال هنا بدي الاحظ عدة اشياء، انه طلعت معي ان واحد تربيع على ار ام موجودة عندي هون، وان واحد تربيع على ار ال 1، وان 1 في ان 2 على ار ام. يا اخوان الان 1 على ان 2 في ار ام هاي هي المحاثة المتبادلة ما بين تمام الكويلين اللي موجودين عندي تمام، اللي هو عرض اللفات الاول في عرض اللفات الثاني مقسوم على مقدار الريلكتنس. فمن هنا الان احنا بامكاننا نشوف التالي، بانه ان لمدا واحد تساوي اللي هي ال ام واحد تمام، اللي هي الماتشوال اندكتنس اللي هي المحاثة الذاتية الاولى تمام، مضروبة في مقدار التيار الأول مجموع لها اللي هي مقدار المحاثة هاي اللي هي إن واحد تربيع على R L1، ما هي محاثة لأنها إن تربيع على R، ولكن هاي تمثل لي اللينكج عفوا تمثل لي الليكج فلكس اللي هي الفلكس التسربي. عشان هيك احنا من هون بنكتشف انه احنا ليش مثلنا تمام اللي هي الدارة المكافئة كان فيها محاثة في جهة الكويل الأول اللي هو البرايمري ومحاثة في جهة الكويل الثاني، واحدة بتعبر عن التدفق المتسرب في الكويل الأول والثانية بتعبر عن التدفق المتسرب في الكويل الثاني تمام. وصلت في I1 تمام، ومنقوص منها اللي هي المحاثة المتبادلة ما بين الكويلين. وبنفس الأسلوب فلمدا 2 تساوي الام 2 في I 2 زائد ال ال 2 في اي 2 ماينس ال 1 2 في اي 1 اوكي. طيب الان خلال هذه المعادلات اللي موجودة في امامي بلشت انا استوعب الفكرة اللي موجودة عندي، بانه ليش يعني تواجد في امامي اللي هي المحاثة هاي والمحاثة هاي خلال الدارة المكافئة اللي احنا رسمناها بالشكل هون تمام، هي المحاثة هاي والمحاثة هاي. طيب الان خلينا نكمل على هذا الاساس. الان الفكرة اللي بدها تصير عندي انا هون باني انا بدي افهم عدة اشياء من خلال الدارة المكافئة اللي وراء. عرفت انا يعني نتجات بانه الام 1 تساوي ان 1 تربيع على ار ام صح، وال ام 2 تساوي ان 1 2 ان 2 تربيع عفوا على ار ام. هي ال ام 1 هي ها اللي هي ان 1 تربيع على ار ام، وال ام 2 اللي هي ان 2 تربيع على ار ام تمام. وعرفت ايضا انه ال 1 2 تساوي ان 1 في ان 2 على ار ام. طيب من خلال هذا الموضوع انا بامكاني ايضا استنتج انه انا اذا جبت ال ام 1 ال ام 1 وضربتها في ان 2 على ان 1 شو راح يساوي لي؟ هذا راح يساوي لي ان 2 على ان 1 تمام مضروب في ان 1 تربيع على ار ام. طيب هاي بتصفي ان 1 وبتروح مع هاي، فهذا الناتج بصفي ان 1 في ان 2 على ار ام، وهذا المقدار يمثل لي ال 1 2
تمام؟ يعني L12 شو تساوي بالفعل؟ هي LM1 تمام؟ مضروبة في N2 على N1. وبنفس الأسلوب لما أنا أجي أضرب LM2 في N2 على N عفوا في N1 على N2 تمام؟ راح ينتج عندي كمان L12. وهاي العلاقات مهمة جدا، أنا الآن راح أحاول أني أستفيد منها في اللي هو صياغة أو تكملة اشتقاق المعادلات بحيث أني أوصل للدارة المكافئة. وأيضا لو قسمت أنا LM1 على LM2 المقدارين هذول راح أكتشف أنه النسبة بيناتهم تساوي N1 تربيع تمام على N2 تربيع. طبعا هاي النسبة كثير راح نشوفها إحنا في عمليات التحويل في الدارة المكافئة للترانسفورمر إن شاء الله خلال المحاضرات القادمة، ولكن من هون إحنا راح نفهم أنه من وين إجت، تمام؟ راح يكون عندنا خلفية أنه إحنا من وين إجت. فلذلك زي ما أنا حكيت أنا حبيت أبدأ بهذا الموضوع، مع أنه بجوز شوي لازم أو في بعض مناطق بيبدأوا فيه أو بعض كورسات بيبدأوا فيه في يعني وقت متقدم بعد سلسلة من المحاضرات، ولكن إحنا على أساس يكون عندنا انطباع كامل عن الموضوع. طيب الآن شو بدنا نستفيد من هاي المعادلات؟ هسه هذول المعادلتين بدنا ناخذهم على صفحة جديدة ونحاول أنه إحنا نكمل فيهم. فالآن لمدا 1 تساوي LM1 تمام في حكينا I1 زائد LL1 في I1 تمام ناقص L12 في I2 تمام، وحكينا انه لامدا 2 تساوي LM1 في I عفوا LM2 في I2 زائد LL2 في I2 تمام ناقص L12 في I1. طيب الآن شو الفكرة اللي احنا بدنا نستفيدها من هون؟ هسه لو جينا نكتب هذا المعادلتين بصيغة الماتريكس تمام، او قبل ذلك خلينا يعني لو جينا ناخذهم بصيغه الماتريكس راح يكون عندي انا لامدا 1 تمام ولامدا 2 صح تساوي. طيب بلاحظ انا انه مره عندي الاي 2 اشارته سالبه ومره اشارته موجبه، والاي 1 هنا اشارته موجبه وهنا اشارته سالبة، فلذلك أنا لازم أوحدهم. مثلا لو كان I1 إشارته موجبة و I2 إشارته سالبة، شوف شو راح يصير معاي. الآن الـ I1 لو أخذنا عامل مشترك شو راح يصفي عندنا هون؟ اللي هو LM1 تمام مجموع لها LL1 هي هين. لو أخذت الـ I1 عامل مشترك من هون أنا تمام راح أوصل لهاي النتيجة. وهون عندي أنا L12 مضروبة في ماينس I2. طيب الآن لو جيت أنا بدي أخذ L 1 2 هنا فهي مضروبة في ماينس صح؟ فأنا أساس تزبط عندي العملية رح أضرب هون في ماينس وهاي كلياته أضربه في ماينس، أوكي؟ هذا كلياته المقدار مضروب في ماينس 1، يعني هذا شو راح يصفي عندي؟ اللي هو ماينس لامدا 2 تمام يساوي اللي هو L1 2 مضروبة في I1 ناقص اللي هو المقدار LM2 زائد LL2 في I2 تمام؟ لأنه هذول لو أخذتهم أنا عامل مشترك، يعني أخذت الـ I2 عامل مشترك راح يصفي عندي الـ LM2 والـ LL2. راح يصفي عندي الـ LM1 هنا LM2 عفوا والـ LL2 تمام؟ طيب الآن شو بدي أسوي أنا؟ بدي أحول قيمة ال L12 وال L12 في كلا الشقين لجنس المعادلة نفسها أو لصيغة المعادلة نفسها. يعني الآن ال L12 اللي هون بدي أحولها لقيمة LM1. مش إحنا حكينا قبل شوي إنه LM1 لما نضربها في N2 على N1 شو راح تساوي لنا؟ L12 صح؟ و LM2 لو ضربناها ب N1 على N2 تمام راح تعطينا اللي هي L12 وصلت؟ فالآن من هون من خلال المعادلتين اللي موجودات عندي هون بدي أرجع أجمعهم من خلال الماتريكس اللي موجودة أمامي تساوي اللي هو طبعا صف في عمود، هيك بنحل الماتريكس إحنا زي ما الكل بيعرف L1 في I1 تمام ناقص L12
في اي 2. طيب خليني الان المعادله الاولى هاي بدي اشتغل عليها وبعدين بدي اخذ المعادله الثانيه. بكل بساطه اي 1 شو تساوي؟ ال ام 1 زائد ال ال 1 تمام في اي 1 ناقص اللي هو هاي ال 1 2 شو بدي اعوض مكانها؟ ال ام 1 مضروبه في ان 2 على ان 1 في اي 2. طيب الان احنا بنعرف او بدنا نعرف هسا ورح نستخدمه في المحاضرات الجاية ان شاء الله انه ان 2 يا اخوان في ان 1 تساوي اي 1 على اي 2 تمام، او بمعنى اخر التيار المنسوب الاي برايم 2 شو يساوي لي يا اخوان؟ شو يعني تيار منسوب؟ هذا طبعا رح نتعرف عليه في المحاضرات القادمة، ولكن بشكل بسيط انه انا بنسب القيمة لجزء البرايمري، مش عندي انا جزء برايمري وجزء سكندري خلال دائرة المحول تمام، فأنا بنسب القيم في دائرة السكندري إلى القيم في دائرة البرايمري، يعني زي كأني باخذها نسبة منها تمام، فراح تساوي اللي هو N2 على N1 مضروبة في I1. من خلال هذا المعادلة راح تصفي عندي المعادلة الأولى Phi1 تساوي اللي هو LM1 زائد LL1 في I1 ناقص LM1 مضروبة في I برايم تمام. طيب الان خلينا نجمع المعادله مع بعض. لو اخذنا ال ام 1 عامل مشترك تمام، فلمدا 1 شو راح تساوي عندي؟ اللي هو ال ام 1 تمام مضروبه في اي 1 ناقص اي برايم 2 تمام. يعني انا ضربت هون فكيت القوس هذا، ضربت اي 1 هون واي 1 هون، وبعدين اخذت ال ام 1 عامل مشترك، فبتصفي ال ام 1 مضروبه في اي 1 ناقص اي برايم 2 زائد ال ال 1 في اي 1 تمام. فلذلك عندنا احنا هون هاي المعادله الرئيسيه الاولى اللي احنا بدنا نستفيد منها تمام. الان بما انه هاي المعادله الاولى احنا عالجناها بهذا الشكل، راح نعالج المعادله الثانيه بنفس الاسلوب. راح نعالج المعادله الثانيه بنفس الاسلوب، راح ناخذها من هون المعادله الثانيه ايش راح تكون؟ اللي هي سالب اللي هو لامدا 2 تساوي اللي هو ال 1 2 في اي 1 تمام ماينس ال ام 2 بلس ال ال 2 في اي 2. هذه المعادله ايضا راح انقلها على صفحه جديده واشتغل عليها. طيب احنا توصلنا للمعادله الاولى اللي موجوده عندي هون بانها لامدا 1 تساوي اللي هو ال ام 1 تمام في اي 1 ماينس اي برايم 2 مجموع لها ال ال 2 ال 1 في اي 1 تمام. وعندي انا الان المعادله الثانيه اللي بدي اشتغل عليها انا اللي هي ناقص لامدا 2 تساوي اللي هو ال 1 2 في اي 1 تمام ناقص ال ام 1 في او زائد ال ال 2 تمام مضروبة في اي 2. طيب بكل بساطة انا بدي اعوض الان مكان ال 1 2 اللي هي القيمة اللي احنا شفناها هون اللي هي ال ام 2 تمام مضروبة في ان 1 على ان 2. فبنشوف الان كيف بده يصير عندي الوضع. ال ام 2 تساوي اللي هو ال ام 2 تمام في ان 2 على ان 1 في اي 1 ناقص اللي هي ال ام 2 زائد ال ال 2 في اي 2. طيب بكل بساطة الآن بدي اجي اسوي حركة معينة بحيث انه انا استطيع اني اخذ اقل عدد من المجاهيل. يعني بما انه انا عندي ال ام 1 هنا، طب ليش ما انا احول كمان ال ام 2 اللي موجودة عندي هون واخليها ال ام 1 تمام، بحيث انه انا بختصر عدد المجاهيل اللي موجودة عندي في الدارة الكهربائية. فاحنا حكينا قبل شوي هنا انه ال ام 1 على ال ام 2 وين راحت هيا ال ام 1 على ال ام 2 تساوي ان 1 تربيع على ان 2 تربيع تمام. فباجي انا هنا بكل بساطة بدي اضرب هذا المقدار في ان تمام 1 على ان 2. طبعا احنا اللي عملنا لبس في الموضوع اللي هو يعني هون احنا كنا ضاربين ان 2 على ان 1، هي ان 1 على ان 2
تمام زي ما هو واضح عندي هنا اللي هو ال m2 في n1 على n2 تساوي ال1 2 تمام. فخلينا احنا نكمل بهذا الاساس تمام. الان هاي المعادلة موجودة عندنا، اذا ناقص لامدا 2 تساوي ال m2 في n1 على n2 في i2 في i1 عفوا ناقص ال m2 زائد ال l2 في i2، الكل ضربناها في n1 على n2 على اساس ان احنا نقدر نحقق n1 تربيع على n2 تربيع اللي موجودة عندنا. الان بكل بساطة في هذا السياق احنا راح نحط ناقص لامدا 2 بران. ليش ناقص لامدا 2 بران؟ لانه احنا يا اخوان لما ضربنا اللي هو اللامدا 2 ضربناها في n1 على n2 صارت زي كانها منسوبه، او مش زي كانها، هي صارت فعلا منسوبه يعني للي هو الجزء تمام للبرايمري تمام. فعشان هيك احنا ضربنا n1 على n2. فالان هذا ايش يساوي؟ يساوي اللي هو الام2 تمام مضروبة في n1 تربيع على n2 تربيع تمام في i2 في i1 ناقص اللي هو ال m2 زائد ال l2 تمام مضروبة في i2 الكل في n1 على n2. طيب بس الان هون بدي اتحايل انا على الموضوع وافك القوس على اساس اني انا اقدر احول برضو ال l m2 كلها بدلالة ال m1 تمام. فهذا شو راح يساوي من عندي من هنا؟ ناقص لامدا برايم 2 تساوي اللي هو هنا خلص خلصنا من هذا الجانب اللي هو ال m1 اللي هي ضربناها في n1 تربيع على n2 تربيع في i1 ناقص الان ال m2 اللي موجودة عندي هنا بدي اضربها انا في n1 تربيع ركز على n2 تربيع وبدي اضربها في n2 على n1 تمام. ليش؟ عشان احافظ على هذا المقدار كلياته اللي هو n1 على n2 تمام اللي هو هذا اللي موجود عندي مضروب في i2 زائد اللي هي ال l2 مضروبة بنفس الأسلوب تمام ب n1 تربيع على n2 تربيع تمام مضروبة في n1 n2 على n1 تمام في i2. الآن أنا بعرف أيضا أنه ال l2 برايم تساوي n1 تربيع على n2 تربيع في ال ال2 تمام. هاي العلاقة كويسة وراح نستخدمها كثير في المحاضرات القادمة، ولكن زي ما حكينا على اساس انه احنا نعرف من وين اجتنا هاي العلاقة. فالان خلينا نشوف مع بعضنا البعض شو بدها تصير هاي المعادلة اللي موجودة عندي. راح تصير ناقص لامدا برايم 2 تساوي ال ام1 تمام في اي1 ناقص هذا المقدار ما هو ال m1 كمان ال m1 و n2 على n1 في i2 شو تساوي؟ i2 برايم اللي احنا حكينا عنه هون هيو تمام. فرح تساوي في a او مضروبة في i2 برايم تمام مجموع لها ال برايم 2 في i برايم 2 تمام. يعني هاي المعادلة باختصار تساوي اسحب ال m عامل مشترك في i1 ناقص i برايم 2 تمام منقص منها ال برايم 2 في i برايم 2. فهي المعادلة الثانية وهي المعادلة الأولى راح أخذهم الآن على هاي وهاي على صفحة جديدة وأكمل على هذا الأساس. فلمدا 1 تساوي اللي هو ال m1 تمام في i1 ناقص i برايم 2 زائد ال l1 في i1 تمام. وعندي انا ماينس لامدا برايم 2 تساوي برضو ال ام 1 في اي 1 ماينس اي برايم 2 تمام زائد او عفوا ناقص ال ال برايم 2 في اي برايم 2. طبعا بكون هنا اشتقيت اول معادلتين للترانسفورمر او المحول اللي موجود عندي. فالان بكل بساطه لو جيت ارسم انا الداره المكافئه راح اكتشف انه انا تمام عندي R1 R برايم 2 L L برايم 2 هيها L L برايم 2 شفنا كيف طلعت معانا و L L1 و L M1 اللي موجودة عندي
بهذا الجانب. طبعا يا اخوان الار اللي موجوده عندي هون بحطوها على اساس انه احنا ندل على الاكتيف لوسز اللي بده يصير في داخل المحول. الان انا بدي اقوم بالغائها، تمام؟ يعني بدي ارسم الدار المكافئه بهذا الشكل فقط. وفي المحاضرات القادمه ان شاء الله راح نفهم ايش هي الدارة هاي، ولما نوصل للباك تو باك تيست، تمام، اللي هو فحص التعاكس وكيفية فصل أنواع المفقيد عن بعضها البعض، كل هاي الأشياء إن شاء الله راح تبين معنا. ولكن راح نكتفي إحنا بوضع اللي هي ال LM1 اللي بدها تدل على مقدار اللي هو الماجنتايزنج فلكس اللي صار عندي في داخل القلب المغناطيسي. فبكل بساطة بكتشف أنه فاي أو لامدا 1 ناتجة هون، واللامدا 2 لامدا برايم 2، تمام، ناتجة من خلال المفاعلتين اللي موجودات عندي، فحيث انه هاي بتدل على الفيض التسربي من الكويل الاول، وهاي الفيض التسربي من الكويل الثاني، وهاي بتدل على الماجنتايزنج فلكس اللي سرى في داخل القلب المغناطيسي. وصلت؟ تمام. هنا بسري عندي تيار I1، هنا بسري عندي تيار I برايم 2، فبالنص هون شو بدي يصير عندي؟ اللي هو I1 minus I برايم 2، تمام؟ طيب الآن ظلت عندي قضية اللي هو ال V1 وال V برايم 2 اللي موجودات عندي، وقضية ال R. يا إخوان ال R هي المقاومة المادية للأسلاك أو للكويل نفسه، له مقاومة مادية تؤدي إلى عمل فقد في في الطاقة الكهربائية، تمام؟ فبذلك بكل بساطة أنا راح أكتب معادلة الـ V1 اللي هي راح تساوي بقانون كيرشوف، تمام؟ لو أخذت لوب أنا R1 مضروبة في I1 زائد D فاي 1 على الدي تي. طيب ما أنا حكينا أنه الفاي هي لينكج فلكس، وأخذنا إحنا أنه الدي لينكج فلكس على الدي تي تساوي القوة الدافعة الكهربائية فعلا اللي هي اللي بدها تتكون على الكويل اللي موجود عندي. والآن قبل ما انا اوصل للفي برايم 2، لو اخذت انا في 2 شو راح تساوي لي؟ ماينس ار 2 في اي 2 زائد دي فاي 2 على الدي تي. ولكن هاي انا لو جيت ضربتها بان 2 على ان 1، تمام، راح يصير عندي المعادله اللي هي في 2 في ان 2 على ان 1، تمام، تساوي اللي هو ناقص R2 بدي أضربها في N1 تربيع على N2 تربيع، تمام، وبدي أضربها في N2، تمام، عفوا بس احنا خربطنا هون، لازم ضربناها ب N1 على N2، تمام، يعني هذا نشطبه بس، هذا لازم نضربه هنا في N1 على N2، هنا في N1 على N2، فراح يصير عندي هنا المعادلة اللي هي V2 في N1 على N2 تساوي اللي هو minus R2 في N1 تربيع بدي أحطها على N2 تربيع، تمام، على اساس اقدر اخذ هاي ار برايم 2، لانه ار برايم 2، تمام، تساوي ان 2 ان 1 تربيع على ان 2 تربيع مضروبه في ار 1، تمام، في ان 2 على ان 1. طبعا هذول محصلتين، لما تروح الان 2 مع التربيع اللي تحت والان 1 مع عفوا على ان 1 هون، ان 1 تربيع مع الان 1 اللي تحت، فبصفي عندنا زي كاني ضارب في ان 1 على ان 2 زائد اللي هي دي، تمام، N1 على N2 في فاي 2 على الدي تي، تمام. الآن رح أخذ هاي المعادلة وأكتبها هون، لأنه صار عندي أنا المعادلة الأولى، الثانية، وهي المعادلة الثالثة هون عندي، وهي الرابعة اللي بدي أكتبها اللي هي أنه V برايم 2 لأنه مضروبة في N1 على N2 تساوي ماينس R برايم 2، تمام، في I برايم 2، لانه هيها، لانه N2 على N1 في I2 راح تساوي لي ايش؟ اللي هو I برايم 2، تمام؟ وال R2 تساوي في مضروبة في N1 تربيع على N2 تربيع راح تساوي لي اللي هي R برايم 2،
تمام زائد اللي هي دي فاي برايم 2 على الدي تي، وهيك بكون انا توصلت للمعادلة الرابعة اللي بتصف لي الدارة المكافئة للمحول. طبعا احنا من خلال هاي الجزئية استطعنا انه نشتق او نعرف من وين اجت الدارة المكافئة للترانسفورمر، وعرفنا انه ال1 تعبر لي عن اللي هو الفيض التسربي في الكويل البرايمري، والال برايم 2 عرفنا ليش حطيناها منسوبة ال برايم 2، وايضا عرفنا انها بتعبر لي عن الفيض التسربي في الكويل السكندري، واخذنا ال ام 1 وعرفنا انها يعني كيف استدلينا على اللي هو التدفق اللي بيصير في داخل القلب المغناطيسي الماجنتايزنج فلكس، وحكينا انه في عندنا بارلل مقاومه يعني مقاومه على التوازي معها، ولكن شطبناها الان. راح نعرف ايش معناها في المحاضرات القادمه ان شاء الله، وكيف نستفيد منها في خلال الفحوص، او ايش معنى يعني ليش حطوها بارلل. وعرفنا ايضا في 1 كيف طبقناها من خلال اللي هو قانون كيرشوف، اخذنا لوب هون، وايضا الفي برايم 2 اللي موجود عندي بهذا الشكل. وبتمنى ان المحاضرة تكون وصلت، ويعطيكم العافية. طبعا زي ما انتم شايفين الموضوع فيه يعني كثير اشتقاقات والى اخره، ف يعني نحط جنبنا ورقة وقلم نحاول نتبع مع بعض كيف احنا وصلنا لهاي الامور، وانا بعتذر عن اي ربكة صارت خلال المحاضرة، ويعطيكم الف عافية.